قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. قوله عز وجل فإن الله يعلمه أنه عز وجل علق هذا النذر على علمه، وأن علمه جل وعلا محيط بنذر النادر، فلا يستفاد من هذا التعليق إلا لكون هذا النذر محل علم منه جل وعلا يجازي به الموفي للنذر وعدم الموفي له، وإلا فهو يعلم عز وجل قبل أن ينذر الناذر وقبل أن ينفق المنفق، هو عالم بكل شيء. فدل على أن الله عز وجل إذا ذكر علمه على عباده دل على أنها محل علمه الذي يجازي به، والأمثلة على هذا كثيرة. قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. هذا العلم علم يترتب عليه جزاء وحساب، وإلا فهو جل وعلا عالم بمن سيتبع النبي عليه الصلاة والسلام أو من لم يتبعه قبل أن يخلق الخلائق.